ولمزيد من المتابعة حول قمة الميثاق المالي العالمي الجديد، تنضم إلينا موفد التلفزيون المصري ليلى عمر من العاصمة الفرنسية باريس لتطلعنا على المزيد من التفاصيل حول جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي. ماذا عن جدول الرئيس السيسي اليوم في العاصمة الفرنسية باريس؟ وتحياتي لك ليلى. نعم فاطمة، أنا الآن أقف في قصر الإليزي، حيث وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ساحة القصر، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقام الآن مأدبة غداء على شرف الوفد المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي ومباحثات ثنائية بين الطرفين. هذا اللقاء ربما جاء مباشرة بعد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، هذه القمة التي افتتحت حتى أعمالها صباحا بجلسة خاصة للرئيس الفرنسي إيمانويل، بكلمة خاصة عفوا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقبها كلمات لمجموعة كبيرة من المتحدثين. وكان هناك تأكيد على الهدف الرئيسي لهذه القمة، وهو توفير التمويل للدول الأكثر ضعفا ووضع نظام مالي عالمي جديد يواجه التحديات المختلفة والتحديات التي يشهدها العالم الآن، ما بين أزمات وحروب وصراعات وأيضا الأثار السلبية للتغير المناخي، خاصة بعد مرور 80 عاما على اتفاقية برايتون وودز التي وضعت الأساس للنظام المالي العالمي. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى على هامش القمة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، كانت جلسة مباحثات مثمرة تحدث فيها عن العلاقات المصرية الأوروبية وحرص مصر على التواصل الدائم مع المجلس الأوروبي ومع الدول الأوروبية والشراكة على جميع الأصعدة. وثمن رئيس المجلس الأوروبي الدور المصري في مختلف القضايا سواء على الصعيد العالمي أو العربي، والجهود المصرية في مكافحة التغيرات المناخية والتحول للنمو الأخضر. الجلسة الخاصة فاطمة بالرئيس عبد الفتاح السيسي تابعناها على الهواء مباشرة، كانت تتعلق بالشراكة من أجل النمو الأخضر. شارك فيها أيضا الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، وتحدثت فيها أرسولا فاندرلاين رئيسة مفوضية الأمم الاتحاد الأوروبي. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت شقين، الشق الأول كان يتحدث عن شكره وامتنانه للرئيس إيمانويل ماكرون الذي دعا لهذه القمة العالمية، وذلك خلال ختام مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ كوب 27 في نهاية عام 2022. هذه الدعوة التي كانت ربما ليست الأولى بل أتت من خلال العديد من المؤتمرات في محاولة لمجابهة ما يحدث على مستوى العالم، والذي ربما أدى لتأخر الكثير من الدول في مجال التنمية المستدامة وفي تطبيق وتفعيل اتفاقيات أو أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا تحدث عن الشق الخاص بالتجربة المصرية في هذا المجال، متحدثا عن التحديات المختلفة التي واجهتها مصر وسعيها لتصل لنمو نسبة 6%، إلا أن ذلك تأخر وتباطأ بسبب بالتأكيد جائحة كورونا وآثارها السلبية، بالإضافة أيضا للأزمة الروسية الأوكرانية والتي سببت الكثير من الأزمات ليس على المستوى المصري فقط لكن أيضا على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الديون وفكرة التأخير في سداد الديون بسبب أيضا آثار هذه الكوارث وبسبب ضرورة وجود نظام مالي جديد وتعاون مختلف من قبل البنوك الدولية متعددة الأطراف وجهات الإقراض. كما أشار أيضا إلى التجربة المصرية فيما يتعلق بالنمو الأخضر، وهي ربما دعوات كان قد تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ. تحدث عن النمو والطاقة المتجددة في مصر والمشروعات المصرية في مجال تحويل مياه الصرف الصحي واستخدامها بشكل فعال، وأيضا ما حدث من تطوير البحيرات على البحر المتوسط، هذه التجارب الرائدة، ومنصة نوفي التي أيضا تتعلق بالقضايا الخاصة بالبيئة. بالتأكيد سيكون لدينا متابعات على مدار اليوم لبقية جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي ولفعاليات هذه القمة التي تعقد على مدار يومين، اليوم 22 وغدا 23 من شهر يونيو، من أجل الوصول لميثاق مالي عالمي
عالمي جديد يساعد الدول الأكثر فقرا، ميثاق أكثر استدامة وشمولية يزيح الأعباء عن كاهل العديد من الدول التي تعاني بسبب أزمات عديدة خاصة الدول الإفريقية. إليك فاطمة. شكرا لك الزميلة ليلى عمر، مفادة التلفزيون المصري، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس حيث أقامت قمة الميثاق العالمي الجديد.